مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في نادي التكنولوجيا. انا جمال الشريف محدثكم، ومعنا دكتور هشام قدومي. يعطيك العافيه دكتورنا، هلا. اخبارك؟ كيف صحتك؟ اليوم بقول لك شو اسمه، رفعوا عنا الستي ات هوم اوردر. طبعا ما بفهمش الفرق في الموضوع، بس المهم انه نرفع. مش عارف بدنا نحتفل بشغله تغيرت. رفع معنى نحتفل باي شيء، نحتفل باي شغله، المهم انه نحتفل. يعني رفع معنويات، زي قبل اسبوع رفعوا الحجر عن التجول الليلي في مقاطعه كيبيك. فبقول لك اول ليله طلعوا الناس فاير وورك طلعوا بالليل. هذوك كانوا بس احنا مش فاهمين لغايه هلا شو اللي صار قبل، وشو كل شو الفرق قبل الجري زون. مش فاهمين لا اي شيء ولا فورد فاهم. بس انا عرفت انه لا فورد فاهم ولا ترودو فاهم ولا حدا فاهم. انا بصراحه مش عارف شو زي ما قلت للناس، انا بمشي للمحل اذا راسي ضرب بلوح الازاز بروح البيت، خلصت يعني. مش عارف شو اللي فاتح وشو اللي مسكر اساسا. اليوم عندنا موضوع مهم، بس عندي شويه ثلاث اخبار سريعه هيك حبيت اشارككم فيها. طبعا كنا بنعرف عندنا في اشتراكات على الجيميل، وبنعمل احيانا سبسكريبشن لشغلات، او بنكون داخلين لمواقع وطالبين انهم يبعثوا لنا، بعدين بصير يبعثوا لنا كثير ايميلات. فالان جيميل قرروا انه يحطوا كبسه لانسبسكرايب اوتوماتيك، تسويها من الجيميل، فيش داعي انك تروح على الموقع، وهذا بالتالي بيرسل ايميل للموقع او بيسوي اي شغله بالموقع وبيعمل لك انسبسكرايب للسيرفيس تبعه. طبعا هاي حركه حلوه هيك، شيء جميل. وفي حتى هلا اللي ما عندهم مش نازله لسه، في زي اكستنشن اسمه انسبسكرايب ان وان كليك، موجود على الكروم وعلى ايش اسمه المتصفح تبع المستخدم ايدج وهلم جرى. ايدج الجديد ما هو مبني على الكروميوم، مبني على الكروم، فنفس هذا. الخبر الثاني، كثير ناس صاروا يستخدموا الساعات الذكيه، الابل ووتش وهلم جرى. طلعت دراسه انه هاي الساعات الذكيه اكثر خطوره على السائقين من الهواتف الذكية. كنا بنعرف قديش كانت خطورة الهواتف الذكية، وكان عليها محاربة كبيرة من قبل الشرطة وأصحاب القرار، ولكن وجدوا أنه الساعات الذكية لسه أخطر، لأنه هي أصغر حجماً ولازم تدقق فيها بطريقة أو بأخرى، فبتسبب مشاكل أكثر منها من الهواتف. فانتبهوا يا جماعة، لحد الآن ما بعرف إذا بيقدروا يمسكوك أنت ماسك الساعة، يعني لأنك أنت بتكون ماسك الساعة مش مبين تحت، بس يعني لازم تنتبه على صحتك. أعتقد أن الموضوع مش موضوع لا ساعات ولا موضوع تليفونات، موضوع attention. يعني أحيانا لا بتكون معك ساعة ولا بتكون معك إشي، وبتكون ملهي مع واحد تحكي معه بتضيع. فالمشكله انهم قاعدين بيعطونا مثلا، لانهم بيقدروا يمسكوك وانت ماسك، بس في احيانا كتير بتصير ديستراكتد من اشياء تانية، بتكون مثلا حتى راديو مع انه مش هذا، اذا ضيعت انتباهك مع شغله وضاع انتباهك على الطريق. فهي المشكله، اعتقد ان احنا لازم نركز يعني كلياتنا على الحمله التوعيه هاي، على التركيز، لا نقعد نعمل موبايل، لانه كل هاي الشغلات كل شو بتطلع شغله. فانا اعتقد انه بالنسبه لنا، وهذه شغله من الشغلات اللي مزعجه في اسلوب اداره اللو انفورسمنت والقوانين، نحن بنركز على الديفايس، بنركز على الشغله المعينه، اللي ما بنركز على توعيه البشر. التوعيه على انه اهتمامك، اعطي اهتمامك للطريق بغض النظر ايش كان اللي بيشغلك. المفروض انه تكون عندك الوعي الكافي انك تعرف انه رواح ناس تعتمد عليك ان ضمن، حتى لو كنت تسايق روحك نفسها يعني في امانه في ايدك. فاعتقد انه احنا دائما موجهين الغلط، بنوجه شغلات على يعني نوجه اهتمامنا على الشغله الغلط، وبننسى على السيمتوم مش على الريل كوز، على الريل ديزيز زي ما بيقولوا. الخبر الاخير عندي اليوم عن كلوب هاوس. طبعا كنا عرفنا الضجه اللي سواها، نزل اول شيء على
على أبل ستور، بعدين نزل قبل فترة بسيطة على الأندرويد، ولحد الآن هو يحتاج دعوة. فإذا أنت موجود عندك صديق في الكلب هاوس ممكن يعمل لك دعوة، لكن قريبا قالت كلب هاوس أنها ستفتح المنصة بدون دعوات، ستكون المنصة مفتوحة للجميع قريبا جدا. أتوقع أنه تاريخ لسه مش محدد، لكن قالت حسب الموجود على موقعهم أنه سيكون ذلك قريبا جدا. هاي كانت آخر الأخبار السريعة عندي. ننتقل للدكتور هشام، شو رأيك دكتور؟ أنا على فكرة إجتني دعوة على كلب هاوس ما I didn't join. أنا بصراحة حتى وجعوا لي راسي هدول يعني طبعا اللي حابب يدخل، وفي كتير الأصحاب دخلوا على عملوا على الكلب هاوس. أنا بالذات صارت بالنسبة لي too much بصراحة، وأنا يعني أنا شفت عرفت الكلب هاوس إنه الناس بتحكي بالصوت، فكرة بتختلفش كتير على فكرة عن زمان لما كنا نعمل ياهو تشات، كان في فويس تشات وكان في غيره، مش عارف شو الفكره. بس انا بصراحه اجتني دعوه وما طنشته، لانه انا خصوصا بهالفتره بالتوك نفس الطريقه هون، بالتوك في بالتوك وكان في ياهو تشات وفي كان الاي سي كيو، وكثير منهم كانوا وصلوا لمرحله اول شيء كانوا تكست، بعدين صاروا تقدر تحكي بالصوت او التكست. يعني هلا هو الكلب هاوس ستريكتلي اونلي اوديو، يعني ما فيك تعمل تكست anyway. بس بصراحه يعني انا شخصيا بستنى تخلص هاي عشان اروح احكي مع الناس 1-on-1، يعني مش عشان اقعد بقول لك برايفسي وما برايفسي ومعلوماتك مش بتبين. هذيك اليوم صار ليك ل 3 مليون يوزر، معلومات 3 مليون يوزر من وحكينا عنه في خبر اذا بتذكر، من الكلب هاوس نفسه. لا يجي ما حد يجي يقول لي برايفسي واحنا اونلاين، فيش شيء اسمه برايفسي ليا. صحيح. اليوم موضوعنا مهم جدا جدا وهو احتراف. هلا كلنا يمكن عندنا 90% عندنا طرق تواصل اجتماعي، سواء تويتر، انستغرام، تيك توك، فيسبوك، لكن احترافها ووصول اوسع نطاق وكيف نستخدمها بطريقه صح، هذا اليوم اللي بده الدكتور هشام يساعدنا في معرفته. دكتور هشام، وسائل التواصل الاجتماعي الآن تغزو حياتنا، هل تتوقع في البداية هل تتوقع أنها ستكون مستقبل لكل شيء؟ هي already صارت مش بس للناس، صارت لحتى الأعمال. يعني إحنا ما بنحكي عن إشي حيصير في المستقبل، إحنا صرنا بنحكي. أمي لما بتتصل فيي من الأردن مثلا كل يوم، ما بتتصلش فيي على التليفون، تتصل فيي عن طريق، ما هي ما عندهاش فيسبوك باي ذا واي مثلا عشان أوري، بس أخوي نزل لها الفيسبوك ماسنجر اللي بيشتغل على رقم التليفون عم تحكي، لأنه مثلا في كتير هناك شركات الاتصالات منعوا كتير الفويس من شو بيقولوا له الواتساب وإشي، منعوا الاتصالات الصوتية، لا منعوا الاتصالات الصوتية من الأبس الثانية ما عدا الفيسبوك. فهي صارت يعني شوف لوين، إنه إحنا حتى اللي هي ما كنتش متخيل في الزمانات إنها تمسك من الهدول، صار عندها 2 سمارت فونز عم تعرف تحكي مع، وكانت قبلها تحكي معي على سوفت وير تاني. فصارتش بطلت الشغلة نقول إنها حتصير مستقبل، it's already there. المنافسة هلأ مين بعطينا فيتشرز مختلفة، مين اللي بيقدر يعملنا more interactive في الموضوع. بس إنه وصلنا لمرحلة إنه وسائل التواصل، وشفنا في الشغلات الأخيرة، في القضايا اللي صارت في الأخيرة، قضية مثلا فلسطين، وهلأ قضية 215 طفل اللي لقوهم يا حرام تحت السكان الأصليين تحت في مقبرة. شفنا قديش الوصول، أنا سمعت فيها قبل ما أسمع فيها عن السي بي سي، بسمع فيها كذا، شفنا قديش مش بس عم تسمع الخبر، شفنا قديش ناس انديجينس على الهدول حكوا قصصهم، حكوا الأشياء اللي عانوها هم أو أهاليهم. ما كنا نشوف هذا الشيء على وسائل الميديا بسبب يا إما إنه ما فيش مساحة لك طول اليوم في هذا الإشي وما بتقدر أنت تنقي، يا إما في تغطية يعني أو زي ما بقولوا يعني زي ما مش أقول
تغطية عشان ما تنفهمش، اللي هو انهم احيانا بيعملوا عمدا يعني حذف او مش حذف، يعني بيركزوش على شغلات معينة الوسائل الاعلامية، ولغاية هلا كل هذا راح. يعني صار الواحد عم بيشوف من مواقع من ناس اشياء ما عم بيشوفها على الميديا العادية. صار بقول لك هلا مثلا في امريكا اعتقد اكثر من 60% من الامريكان بشكل عام بياخذوا اخبارهم من مواقع التواصل الاجتماعي، سواء حتى يعني حتى لما بياخذها من الفوكس او بيشوفها على موقعهم على التواصل الاجتماعي قبل ما يشوفها على التلفزيون، او حتى ما بتطلعش فيها على التلفزيون اساسا، عم بيشوفها من مواقعهم على التلفزيون، which means انه خلص ما فينا نقول إلها مستقبل ولا مستقبلها قديش رح توصل أكثر، مش إنه هل الناس رح تصير تعتمد عليها ولا لا. طب شو الخوارزميات اللي تعتمد عليها هاي الشركات دكتور ناني؟ هلا هاي الشغلة إنه مثلا كل وحدة من الشركات هدول إلها أسلوبها الخاص، الخوارزمية تبعتها. هلا مثلا الفيسبوك لأنه منصة تعتبر شخصية أكثر من الأشياء الثانية، يعني في طبعا صفحات بزنس وغيرها، بس هو كان هدفه بالآخر التواصل الشخصي في هاي. فالخوارزميات الوصول تبعته بتعتمد على اللي موجودين عندك بالفريندز ليست أو اللي عامل لهم فولو، سواء من أشخاص أو من بزنسز، وبتير تعطيك الفيدز من الناس اللي حواليك. بيجي بعديها حسب اللوكاليزيشن، يعني يكون عندك ممكن اصدقاء من كل العالم، لكن بتشوف احيانا برايورتايز للي حوالي جنبك او اللي انت بتضغط عليهم اكثر او بتشوف او بتتفاعل معهم اكثر، فهي بتركز على اللي انت تتفاعل معه دايركتلي. يعني بكون في عندك اصحاب مثلا ما عملوش شيء من 5-6 أشهر لقيت لك بوست، فحتى انت حتى ما بتشوفها هاي البوست، مع انهم بكونوا حاطينها لانه ما في تفاعل، عرفت علي؟ في بتعتمد على قديش التفاعل، ليش هم بحطوا، قديش انت بتتفاعل مع اللي بحطوه. بتيجي عندك تويتر برضو فيها، بس تويتر يعني شغلها كله يعني البوستات تبعتها اقصر، عرفت علي؟ فالتويتر بتعتمد برضو على اشياء تانية زي الهاشتاج تقريبا ما لهاش لازمة في الفيسبوك مثلا. الفيسبوك يس لانه بقول لك يعني حنحكي عنها في النقطه الثانيه، بس ما بتستفيد كثير من الهاشتاجز بينما كثير ولا في تريندينج حتى على الفيسبوك، ما بتشوف في ترندز، صح ولا لا؟ اذا بتفتح مظبوط بقول لك موست توكس، بس اول ما بتفتح التويتر شو بتلاقي؟ بقول لك نيو ترندز، الاشياء اللي جنبك، اللي حواليك، الاخبار اللي الناس عم تسمعها، سواء من اللي انت بتعرفهم او بتعملهم فولو او اللي عاملين لك فولو او في الريجن تبعك، حتى ايش الاشياء اللي ماشيه، وهذا كله معتمد على ايش بالعاده؟ على الهاشتاجز. تيجي على الانستغرام يعني مور هو لفيسبوك باي ذا واي، بس مور برضه معتمد على الهاشتاجز، بس الفرق فيه انه اللي بنحط لازم يكون يا صوره يا فيديو، مش زي فيسبوك وتويتر مش كلام. ايوه، فبرضه بيعتمد على الماده المرئيه اللي بتشوفها وايش انت بتحب تشوف وايش انت عملت لايكس برضه للي قبل، صور قبل وغيره، فهذا بيعطيك طبعا غير احنا بنحكي غير عن البيد بروموشنز اللي هي الدعايات اللي بتستهدف جمهور معين، احنا نحكي عن الشغلات هذيك للبزنس، زي ما حكينا احنا نحكي اليوم عن الشخصي. واخر شيء مثلا المنصه الاخيره اللي هي تيك توك اللي هي بس فيديوز، حاليا بتعطي 15 ل 60 ثانيه وفي ناس مددوا لهم ل 3 دقائق. التيك توك بيختلف شوي، قلنا زي ما قلنا هو فيديو محتوى، والالجوريثم تبعه بيصير انه اول ما بتحط انت الماتيريال تبعك ببعتها خلال اول ساعتين ببعتها لحوالي يعني حسب طبعا الهاي لا اتليست يعني حوالي 1000، كل ما اول شيء ببعتها لعشرة بشوف الناس ايش بتشوف، قديش في ناس بتفتحها، قديش في ناس بتتفرج على الفيديو للاخر، ومن الاهم الاشياء قديش الريبليز
خصوصا اذا كانت قصيره، عاده لما تكون 15 او يعني بين ال 15 وال 30 بالعاده الناس تلقائيا بتشوفها عاده لانها ما شافتش مزبوط لسه، او عجبتها بدها تشوفها لسه كمان ثاني مره، فبشوف قديش الريبليز كل ما شاف في ناس مهتمه او بتتفاعل، سواء بتشوف تعمل شير تعمل كومنت وبتعمل ريبلاي، اذا تحققت كل هالشغلات ببعثها لناس اكثر ولناس اكثر ولناس اكثر. فهاي كيف الطريقه انه وصل فيديو فايرل للناس، انه بصير بالعشرات مئات الالاف او حتى الملايين، انه في كتير ناس الفئه الاولانيه اللي ببعث لها اياهم بكونوا كتير انجيجد، ببعث لها كمان فئه بتضلوا انجيجد، بضل يبعث لناس ثانيين بضلوا انجيجد لغايه ما توصل ل عدد الماكسيمم اللي بيقدر عليه، يمكن يبعث له وشو اسمه، بعدها بتصير تخف لانه بحط الناس فيديو تاني وغيره وغيراتهم. فهاي الطريقه اللي بيستخدمها مثلا التيك توك غير عن المنصات التانية. طبعا المنصات الثانية بيهمها التفاعل برضو، مش انه ما بيهمهاش، بس ما قلت لك في عوامل اخرى. والهاشتاج ممكن سوري انا بسألك عن موضوع الهاشتاج او الوسم الان، في كتير طلعت فيديوهات وناس تقول لك كتر، ناس تقول لك ما تكترش، ناس تقول لك حط في الكومنت، ناس تقول لك تحطش في الكومنت. لو تحكي لنا شوي، انا عارف انت عملت حلقه كامله عن الموضوع هذا، بس لا احنا حكينا عنها شويه، حكينا عنها شويه في الحلقه اللي مش اللي فاتت اللي قبلها، قلنا راح يمكن نعمل هاي الحلقه لانه في كتير ناس سالت وما كانش عندنا وقت نشرح نعم. في هذيك الحلقه لانه كان موضوعها شويه مختلف. فهلا في عندنا كذا شغله او نظريات اللي انحطت، اقول لك انه ما تحطش اكثر من ثلاثه مثلا، لانه الفيسبوك او الغيره بتطلعش في ثلاثه. طبعا هاي ما في اي شيء، اولا ما في اي ستيتمنت او اي تعليمات على هاي الوسائل يقول لك حط ثلاثه ولا غيره، فمن عم نفترض انه ما فيش. وثانيا ما لاحظنا هذا الشيء، في لاحظنا انه اشياء بتيجينا من هدول بناء على شيء وكان في الخامس او في السادس، ما بنعرف لغايه هلا، ما في عندنا شيء اي دليل يثبت انها بتطلع فيه او غيره. اللي بنعرفه ومؤكد انه نظريه الثلاث هاشتاج هاي مش متاكد، غالبا مش صحيحه، غالبا مش صحيحه، مش صحيحه. بس هي شو اللي بصير انهم خاصه التويتر وغيره، الكونتنت له تحليل خاص. لما بتعمل الكونتنت العام اللي نص المسج، نص البوست تبعتك، ولما يشوفوا هاشتاجز بحطوها في بحطوها للترندنج وللاشياء الثانيه، فالخوارزميات تبعته بتاخذ الهاشتاجز وبتشوف كيف بدها توزعهم. اول واحد بيعتبروه انه كانه من يعني كالاهم شيء انت حاطه، ثاني شيء بيجي بعده، ثالث شيء. فكل ما كترت اللي ابعد بتصير يعني البرايوريتي تبعته اقل، عرفت علي؟ فذيس از واحدة من الاشياء عشان يقول لك ما تكترش كتير، لانه كل ما بعدت شو اسمه، واللي بدك اياه يبين بالاول او اللي بدك اياه تركز عليه حطه بالاول، عرفت علي؟ انت حكيت مهم، شغلة مهمة، اذا الاول هو الهاشتاج الاهم، مش بس الهاشتاج حتى في التكست. يعني اذا انت حتى بلشت بوست مثلا كبيرة على الفيسبوك، خلينا نيجي للموضوع، اذا بلشت بوست كبيرة وفيها فقرات كتيرة، اول اشي رح يركز على الكلمات اليونيك اللي بالفقرة الاولى. فدائما نسعى عشان نقول مثلا اذا بلشت بوست طويلة ما تبلش، او في ناس اول شيء بتقول لك مثلا قبل ما تقرأوا افهموا انه انا ما عنديش بايسز في هاي فيها كذا، بعدين ببلش في الموضوع. طب ضيعت الفقرة الاولى وانت بتحكي عن كلام مش مهم ملوش علاقة في الموضوع. فاول اشي اذا بدك بوست طويلة احكي، اول اشي اعملها سمري، كأنها سمري للي انت بدك تحكي عنه. تقول انا عم بحكي عن القضية الفلانية مثلا، قضية ال 215 طفل اللي ماتوا في هاي، لازم بس اول شيء بقول انه انا مثلا مش سكان الاصليين، انا ما تعرضت لهذا، بس انا عم بحكي رايي الشخصي ومن من شوفتي لمعاناتهم وكذا والى اخره. بعدين حط فقره ثانيه قول فيها بس حد للعلم انا هذه ارائي الشخصيه، اللي حيجي ارائي شخصي ما له علاقه في الكذا او وات ايفر، وبعدين كمل الموضوع، عرفت علي؟ فانت خلي شغلات الكلمات المفتاحيه الرئيسيه اللي هي اليونيك بنسميها الورد، يعني الخوارزميات هاي بتطنش الكلمات الكومن اللي معروفه لانها معروفه في كل نص، فبتصير تدور وين في كلمات يعني مميزه. فاذا كانوا هدول بالفقره الاولى او الهاشتاجز حتى بالاول، هدول الشغله
بتركز عليهم. الشغله الثانيه اللي بقول لك انه في شغلات بتنخفى او بتنحذف او عن طريق وسم معين. طبعا في او هاشتاج، طبعا في هاشتاجز ممنوعه، في هاشتاج تعتبر يعني زي ما بيقولوها violent يعني او بتروج للعنف، بتروج لل بسموها معاداة السامية او معاداة السكان الاصليين او غيره. هاي الشغلات ممكن تؤدي يا اما لاخفاء او حذف هاي البوست او الرد حتى عليها، عرفت علي؟ لانه هاي فعليا هاي صح انه هاشتاج او كلمه، استخدام حتى كلمه معينه ممكن تاثر عليها، مثل كلمات القتل والذبح العنف. ما قلت لك اول شيء العنف والقتل والذبح، الشغلات اللي فيها معادات ساميه، اسلام وفوبيا، كلمه ان اللي يا ذا ان وورد اللي هي كلمات معروفة. غيره كلمات اللي بتؤدي لمعادات الساميه، الاسلاموفوبيا، العنصريه الى اخره، كل هالشغلات طبعا ممكن تؤدي لحذف هاي او اخفائها او واتيفر، حسب كيف استخدامك للكلمه. لانك انت ممكن تستخدم هاي الكلمه او something لتشرح عن تاريخ معين، في ناس بيكتبوها لشرح، هاي ما بتعد ساعتها انها لل او انك تشرح عن كلمه، تقول ليش هاي الكلمه تعد كلمه اسلاموفوبيا او تعد كلمه معاداه. فهي في كونتكست بالموضوع، مش بس انه هذا الحكي. فانا بقول لك في بالموضوع في كونتكست، هاي الخوارزميات بتشوف الكونتكست، بتشوف كيف مذكوره الكلمه وكيف او محطوط هذا الهاشتاج، وممكن تؤدي الى انه يا اما تنخفى او ما تنعملهاش ترويج مظبوط، او انها تؤدي انها تصير لك انت كشخص كمستخدم يصير عليك سترايك. وهذا هو الشيء الثاني، هذا اللي هو استهداف المستخدم بسبب نوع المحتوى، بصيروا يعملوا له يعني لانه بيعمل محتوى معين، مش يعني ممكن بغض النظر ممكن يعملوا له اي عقوبه، حنحكي عن بعدين العقوبات بعدين، ممكن يستهدفوا يوزر معين لانه بيستخدم كلمات زي هاي بشكل خاطئ يعني كثير في خلال بوستاته ومشاركاته او بتعليقاته على اليوزرز الثانيين او غيره. فيقول لك هذا الشخص يعني زي ما بيقولوا، خلينا نقول زي بالبني ادمين، لما يكون عندك موظف تعرف انه مثلا هذا مش كلجي مثلا، صح ولا لا؟ مش بتصير او حدا من قرايبك او من عيلتك تعرف انه هذا مش كلجي، فبصير مثلا تقول بدناش نروح نزوره كثير هذا مثلا، او بدناش نتعامل معه جارنا هذا تهامش معه لانه كثير بسب تبع مشاكل، كثير بسب جاي الشرطه عنده كل يوم والثاني، بلاش ما نصير شبهه مثلا، عرفت علي؟ فهذا الشيء هلا نوع العقاب طبعا بيختلف، بس انه لما بتستخدم شغلات معينه ممكن تصير انت كشخص او حسابك مستهدف لعقوبات معينه. هذه طبعا برضو إشي صحيح، وهذا إشي بينحكى كمان موجود في التيرمز اوف سيرفيس للناس اللي بتقرا الجايد لاينز والتيرمز اوف سيرفيسز. انا بس بدي احكي كمان شغله، انه في عندنا مشكله برضو في الترانسبيرنسي بين هاي لانه الجايد لاينز لسه في اشياء مش كتير واضحه، والخوارزميات هاي أيام بتبني لأنها بتتعلم من دون ما نعرف كيف بتتعلم، بتبني أشياء وبتعمل أوتوماتيك بانز أو whatever. فعشان هيك قاعد الناس هلأ بتطالب مواقع التواصل هاي بترانسبيرنسي أكتر، عشان تيجي تقول لهم لما أنت شلت أو تقول لي السبب اللي أنت، أحيانا كتير ما بقول لك السبب، بقول لك بس خالفت الجايدلاينز. طب شو بالضبط اللي أنا خالفته؟ وين؟ برضو كتير لسه مش واضحة، فهاي برضو لازم نكون برضو حريصين في هذا الموضوع. طب الحرص دكتور، يعني هاي الكلمة مهمة. الآن أنا أكون حريص يعني ما أحط وجهة نظري اللي أنا مقتنع فيها بغض النظر شو العالم بفكر، خاصة الآن في الأحداث اللي عم بتصير معنا في فلسطين، هل أسكت ولا أحط شوية ولا ما أحطش نهائيا ولا أحط كتير؟ ما هو ما حدش عارف شو هو الكتير وشو هو القليل. هلا في كتير ناس عملوا شو عملوا، انه لما صارت الاحداث مثلا القضيه الفلسطينيه تعاملوا معها بشوي بذكاء، صاروا يحطوا مثلا 2-3 بوستات من البوستات التضامن وبوست عاديه ما لهاش علاقه في الموضوع كله بيناتهم، عرفت علي؟ فما لانه ما ننساش شغله، في
مش بس المحتوى اللي انت بتحطه والمحتوى تبعك ممكن ما يكونش فيه اي شيء غلط، بس في جهات بتستهدف انها بدها تشيل هاي، وفي ناس بندفع لهم على فكره، يعني من حكومات او من منظمات او من جهات معاديه لإلك كشخص او لهذا التوبيك، بشغلين ناس على هذا الموضوع. فمش الالجوريثم نفسه اللي بيشوف انه في شيء، ما بيكون عندك اي شيء، الالجوريثم ما بيكونش عنده اي شيء، بس بيشيل الناس ضلهم يعمل لك ريبورت 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 ريبورت. هلا هاي ما بتقدر انت توقفها، لانه هاي ناس اللي بتعملها. بس اذا الالجوريثم بشوف انه حاطين عندك ريبورتنج على فيديو، بعدين فيديوهين ثلاثه ما عندك كيش كذا، بعدين فيديو ثاني حطوا عليه، فبصير يقول انه مش كل اللي عندك فيه مشاكل، عرفت علي؟ وبعرف الالجوريثم انه في ناس اكيد مش حتحب رايك في شغله معينه، بس مش انه كل فيديو بتحطه فيه عليه هالكم من الريبورتس، عرفت علي؟ فهاي واحدة من الشغلات اللي بنقولها للناس، اذا عندك شغله معينه خصوصا اذا حساب شخصي لإلك، نوع في المحتوى، حط شغله هذه، حط شغله عاديه، حط شغله بوست ملهاش علاقه من البوستات اللي بتحطهم يوميا في الكذا، عشان ما تصير، لانه في ناس بتعمل اتاكس مخصوص وهي اللي بتأدي هاي الاتاكس على فكرة، اللي هي البيرسونال اتاكس او المانيوال ريبورتينج، اللي احيانا بيأدي لانه اكتر شيء بيأدي لتنزيل او حذف بوست او حتى الاكاونت كامل. فلازم نكون حذرين ونحاول ننوع عشان ما يشوفوا انه كل بوست عندك عم بيشيها ريبورتينج. اوكي، يعني هم بكل سهولة بيدخلوا على الهاشتاج، ومن الهاشتاج بيدخلوا على البوستات، وبكل سهوله ممكن يلاقوا الناس اللي بدخل يعني بكون عامل فولو، بكون عامل فولو لهاشتاج معين، كل ما حدا يحط بيجي نوتيفيكيشن. شغلته اليوميه، في ناس منهم مدفوع لهم، شغلته اليوميه انه يلاحق هاشتاجز معينه ويشوف كل البوستات اللي بتيجي ويعمل لها ريبورت. نعم، في سؤال مهم من هيفا، بس بدي اسال قبله سؤال او احكي معلومه. انا شفت بعض الشخصيات اللي عملوا طريقه ذكيه، بكتبوا بدون نقط، يعني مثلا فلسطين اف بدون نقطه، في مواقع بتسوي لك تكتب الجمله فيها وهي بتطلع لك اياها بدون نقط، او يقسموا الكلمه مثلا كلمات الكي ووردز اللي هي مثلا الكيان الصهيوني وريفر، بقسمها الكاي يا بعدين سبيس او نقطتين نون، بحيث انه ما يقرأ اللوغاريتمية. فهل هذه في منها فائدة؟ هذا حكي انت بتحكي في التكست نفسه، بس لما يجي يحط هاشتاج مثلا هستفيد كثير منها، لأنه يعني اذا بدك انت تحط هاشتاج اللي هاشتاج اللي ترندينج مثلا، الهاشتاج اللي منتشر اللي هو 215، الهاشتاج اللي قبل كان في القضية فري بالستان مثلا، ما بتقدر تحط لانه حيضيع عليك اساسا الترندينج، والهدف من هالبوستات انك تعلي ترند معين، فانت هاي ما راح تفيدك بالهاشتاجز، ممكن تفيدك بالبوست. هذه ممكن تفيدك وين؟ اذا عم بترد على بوست معين او سمثينج وما بتحط فيه هاشتاجز، عشان ما يستهدفوا فيكاش في 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 الردود وفي الاشياء، يعرفوا انت شو بتكتب. بعدين على فكره ممكن هاي الاشياء تشتغل شهور ثاني، مش عارف ايش، اذا تعلمها حدا او صارت عليها ريبورتينج بهذا الشيء، ممكن الالجوريثم بس بعدين تتعلمها لوحدها، فايتس ماتر اوف تايم، عرفت علي؟ في سؤال مهم جدا جدا، يعني من هيفا بتقول لك إدارة الفيسبوك بيعملوا تقييم للحساب قبل ما يحذفوه، ولا ممكن يحذفوه دايرك؟ مش بالضرورة. لأنه خصوصا هلأ في البانديميك صار أخف عدد الـ الناس اللي بتعمل مانيوال ريفيو، كمانيوال ريفيو، عرفت علي؟ كبني آدم يجي راجع الحساب. ثانيا حتى لو في ناس تعمل، انت ما بتضمن اللي بيعمل لك الريفيو يكون بايست. صح ولا لا؟ يعني عشان هيك بيطالبوا الناس في الترانسبيرنسي، مش بس في انك تقول لي كيف بتعمل، مين بتعين انت؟ لانه اداره الفيسبوك معروفه، وهي صارت انها معينه المونيتورينج، البورد تبع المونيتورينج للفيسبوك، في واحد من اعضائه كان شغال مثلا مع اعتقد مع الاستخبارات العسكريه او الموساد او واتيفر، فناس قال لانه هو خبير سايبر سيكيورتي،
فقال لهم طيب فاين فاين بدكم تعينوه هذا شخص عنده خبره في السايبر سيكيورتي، بس انتم عارفين انه جاي من منطقه معروف انه في بايس لناس، ليش ما عينتوا حدا ثاني في المقابل من الجهه الثانيه؟ عرفت علي؟ يعني واحد من فلسطيني او واحد عربي او واحد، لحتى واحد يعمل بالانس مع البايسز. عرفت علي؟ فانت ما بتقدر تضمن، حتى لو بتعمل اداره الفيسبوك او الناس ما بتقدر تضمن اللي بيعمل لك تقييم يكون بايست ولا لا، ما بتعرف. لانه لغايه هلا ما حدا حتى في الشرطه وفي الهاي، هذه حكيناها قبل مش حدخل في الموضوع، بس حتى لما يجي يعملوا تشيك اب بيعملوا سكيورتي تشيك اب، بس ما يعملوش ايديولوجي تشيك اب، ما موجود في هذا في هذا الوضع او البايس تشيك اب. فهي مشكله ثانيه ممكن ان زي ما قلت لك المشكله الكبيره هلا خصوصا في قضايا حساسه زي هاي هي انه في جهات تدفع ملايين الدولارات من شان تعين ناس يعملوا ريبورتينج لهاي الشغلات، مانوال ريبورتينج، مش اللي بيعملوا الالجوريثم او اللي بيسويه الاي اي. فانا اعتقد انه واحدة من الاشياء انه يكون في جهد موازي لهاي الشغله عشان تصير في بالانس في الـ في الـ في الـ في الـ زي ما بقول بالانس، في انه انت سببت انك تشلي 500 بوست ملهاش علاقه هاي الشغله، لانك عامل ناس يعملوا ريبورتينج، انا بجيب ناس عشان يعملوا نفس الشيء واسقط لك كمان 500 زي هيك. عرفت علي؟ لانه هاي كيف بصير المنع هذا؟ هل بصير منع مباشر ولا ممكن بيكون تدريجي ولا بحكوا لك شو سبب المنع؟ سامعني؟ هلو؟ بعرفش إذا سامعني ولا من عندي طلع المشكلة. هلو؟ سامعيني يا جماعة ولا إذا سامعيني حدا يكتب لي بس مسموع؟ أعتقد سامعينك أوكي، يعني معناها عند الدكتور هشام. طيب هنا كنا طبعا بنحكي عن موضوع مهم جدا وهو احتراف منصات التواصل الاجتماعي. كان معنا الدكتور هشام ومفروض أنه يرجع معنا قريبا جدا، أعتقد عملوا هاك على الإنترنت. طبعا كنا بنذكر قضية الـ 215 طفل اللي وجدوا رفاتهم بالقرب من مقبرة أحد المدارس، من قرب أحد المدارس الداخلية أو السكول. حنتكلم عن هذا بالتفصيل في برنامجنا الأسبوع الحالي يوم الأحد إن شاء الله الساعة 7 في برنامج السياسة أو قضايا الكندية، لأنه برنامج فعلا محزن ومقلق. وكما كتبنا جميعا وكتب الجميع every child matters، وهذا يذكرنا دائما بأن أطفال لا يستحقوا العناء ولا يستحقوا القتل ولا يستحقوا الدمار ولا يستحقوا الضياع. كل طفل في هذا العالم وعلى هذا الأرض له الحلم الخاص به بأن يصبح طبيبا أو يصبح مهندسا أو يصبح طيارا أو سواقا أو حتى أي مهنة يريدها، هذا حلم حق له. قتل هؤلاء الأطفال هي جريمة يجب أن يحاسب عليها القانون دون أي استثناء، وما حدث في كندا وما حدث في غزة هو أيضا متشابه، لأنه يذكرنا بالكولونيزيشن أو الاحتلال كما نعرف. الموضوع يعود ويراودنا كل يوم نسمع فيه عن هؤلاء الأطفال. ندعو الله لهم الرحمة، هم ملائكة في الجنة، ندعو لهم الله الرحمة وندعو لأهلهم الصبر. أهلهم لم يعرفوا حتى أنهم قتلوا أو توفوا إلا عندما فقدوا الأمل في عودتهم. هناك أطفال كانوا بعمر 3 سنوات رحمهم الله جميعا. معنا دكتور هشام مرة ثانية. هجمونا عشان نحكي عليهم. أيوة عشان هيك فيسبوك ما عجبوه قال لك طلعوا شفت؟
anyway, so كنا عم نحكي عن أنواع المنع، فخلينا نحكي عشان نكمل بسرعة عشان الوقت كمان. فهي شوف أنواع المنع، في أشياء بتنحكى لك إنه أنت ممنوع، في أشياء ما بتحكي لك. تمام؟ أكثر شيء اللي صار كومن اللي بنسمع في ناس إنه بيخلوك ما تعملش كومنت أو ما تعملش تعليق أو ما تعملش بوستينج. هذه أحيانا بدون ما تبليغ بتصير، في ناس بس فاقوا لقوا حالهم ثاني يوم بيقدروش يعملوا كومنتينج، عرفت علي؟ هاي أحيانا ما بتنعمل، ما كثير من الأحيان، أغلب الأحيان ما بيحكوا لك، ما بيحكوا لك عنها بدون ما يحكوا لك. في عندك السسبنشن أو الإيقاف. السسبنشن حسب نوع الهادي، بس حسب البلاتفورم. أنا مثلا اللي لما بديجي نعمل لك سسبنشن من التويتر، أحيانا بيجي بيقولوا لك your account will be suspended، أو بتصحى بتلاقي suspension، ما بتعرفش. فا it depends. ال permanent suspension ببعتولك اللي هو التوقيف، مش الحذف. الحذف برضو، الحذف بالعادة ببعتولك قبل ما يحذفوا، بس أنا سمعت عن ناس ما بعرف، يعني ما شفتش بعيني، اللي بعرفه انه بنبعت انذار بالحذف. في سمعت ناس قالوا حذفونا من دون ما يحكوا، فما في، وبعدين ما في ستاندردز بالنسبه للهاي، لانه بيقولوا لك هم في الاس ال اي اغلبيتهم بيقول لك نقدر نحذف اكاونتك اي وقت اذا حسينا انه انت يو بروك اور جايد لاينز، كوميونتي جايد لاينز او كذا. هم بيقولوا لك هيك. ترامب حذفوا له اكاونت. ترامب بيختلف. ترامب قعدوا فتره لانه كان رئيس، قعدوا فتره حتى البوست اللي كان المفروض تنحذف لو واحد ثاني حطها، كانوا يحطوا عليها هاي ويقولوا لك هاي احتفظنا بهاي البوست رغم انها مخالفه للكوميونتي جايدلاين، احتفظنا فيها للمصلحه العامه، لانه هو كان رئيس وكان بتوجه للناس. لما وصلت المرحله لانه تو ماتش، بعد ما صار الهجوم ب يناير 6 يناير في الموضوع، حتى لما وقفوا له اكاونته نزلوا ارتكل خاص في الموضوع عن اكاونته انه ليش نزلناه، لانه كان لساته رئيس في هذيك الفتره، حتى لو كان خسر الانتخابات بس كان لساته ما صار الانوجريشن اللي هو ب 21 وكان لساته رئيس. ان اني كيس نزلوا شغله. عموما خلينا اقول شغله، تويتر بالمختصر انا ممكن احكي جمله مختصره انه هاي الاكاونت مش ملكك الشخصي. لا، انت المحتوى حتى انت مسؤول عنه، بس هن بيقولوا لك انه الاكاونت هاد اعمل بوست عليه زي ما بدك، بس ما تخالفش تعليماتنا، ما تخالفش طبعا القانون انك تهدد واحد بالقتل او 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 الى اخره وتعمله للكذا، وما تهدد قوانيننا الداخليه، تعليماتنا نحن، تعليمات الخدمه اللي هي سيرفيس ليفل اجريمنت او التيرمز اوف سيرفيسز اللي هي تعليمات الخدمه، عرفت؟ فهي تحقنهم وتحقنهم بالقانون طبعا. فالمحتوى انت بقول لك انت احنا نعطيك هاي المساحه بس ما تتجاوزهاش. عموما حاب اقول شغله، تويتر من بينهم كلهم انا ومن تجربه شخصيه اكثر واحد ترانسبيرنت في موضوع السسبنشن، في موضوع الـ 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 الحذف. في كتير اكاونتات بنعملها سسبند الناس ما بتشوفها، بس انت بتضلك تشوفها عشان اذا بدك تنزل اشي او تعمل بتضل شغال. يعني نادر ما يعملوا هم حذف كامل، حتى اكاونت ترامب ما معمول له حذف كامل، لو تدخل عليه هلا موجود بس سسبندد. اوكي، سسبندد ايكون مزبوط. يس. الفيسبوك لا، شفناها بتحذف اكاونتات، بتحذف صفحات كامله، بتحذف جروبات كامله. طيب، ومن دون ما تحكي. طيب. مزبوط، او تعمل شو اسمه، في كتير ناس اشتكوا انهم من دون ما تحكي او بدون ما تعمل. وفي منظمات بتراقب هاي الشغلات، الناس بتشكيلها وبتابعوا عندهم علاقه مباشره مع فيسبوك، في رجعت اكاونتات فعلا لانه حذفت بالغلط او مش بالغلط، واضح انه في ناس كتير ضلت تعمل بوست ريبورتس عليها وسبام الريبورتس هذول، لانه بدهم اياها تروح عشان المحتوى ضد مصالحهم السياسيه او واتيفر، والفيسبوك رجعها. يعني الحذف حتى بكون لساته احيانا كثير على الداتابيس تبعتهم، بس
بس بينحذف الاكونت، يعني مش بيجي تدخل عليه بقول لك هذا الاكونت موقوف او كذا زي التويتر، لا لا بتحذف حذف كامل. التويتر بالعاده بتعمل سسبنشن وانت بتخليك انت تحذف لما تحس انك زهقان او تنزل الاشياء اللي مثلا شغله بدك اياها او whatever بتوقف لك. اما واليوتيوب احيانا لما بصير عندك سترايك على شغله معينه او something تعمل لك سترايك بس بتخلي لك اكسس على الفيديو، ممكن تنزله او ممكن تعمل اي شيء وبتحط لك هذول الست اشهر الفتره whatever او بتحط بتعمل لك سسبند للهاي ما بتحذفها الا اذا كانت في كتير كوبي رايت انفرنجمنت على وبيبعتوا لك برضه قبل هيك. اكثر شيء اللي ما عندهم مش اي نوع من الترانسبيرنسي في هذا الموضوع بصراحه، موضوع الحذف المفاجئ او الكذا، هم الفيسبوك. وهي الشغله ادت لانه الناس كتير انزعجت منها وصارت عليها مشاكل اكثر من بقيه الهاي، وبيجي بعدها الانستغرام هو برضه فيسبوك يعني، بس انه منصه لوحدها ان اني كيس. طب شو النصائح العامة دكتور بالنسبة لموضوع الحذف والاستخدام هذه الطرق التواصل الاجتماعي؟ أنا مش بس أحكي على الحذف، أنا بديش أحكي بس على الحذف، بدي أحكي النصائح العامة أكثر شيء. نتجنب أول شيء زي ما قلنا واحدة من الشغلات، نتجنب نضل نحط نفس الكونتنت اللي عارفين إنه في عليه قصص كله ورا بعض، بوستات ورا بعض ورا بعض، نوع من بيناتهم عشان لما يصير لك ريبورتينج من هدول يعرفوا انه مش طول الوقت على حسابك عليه هاي، عشان ما يصيرش عليك بوينت انه بتبلش هي بشغله ريبورتينج على بوستين ثلاثه، بعدين الاكونت تبعك كله بيصير عليه ريد مارك. وفي شيء بسموه شادو بان اللي نسينا نحكي عنه. شادو بان انه ما بيعملوا حساب عليك بس ببطل يورجيه لناس كتير. بتصير مثلا عندك بوستاتك اللي قبل عليها 1000 و2000 و3000 فيو، فجأة ما بتشوف اللي صارت 100 200، بعدين بتنزل 80 90. هذا بسموه الشادو بان، ما بمنعوه بس ببطلوا يبعتوه لناس كتير. عشان ايش؟ لانهم بشوفوا في كتير سترايكس من ناس عم تعملك. فهذا تجنب انك تضلك تحط نفس الكونتروفيرشل كونتنت ورا بعض ورا بعض، هذه واحدة من الاشياء. تاني زي ما قلنا تجنب. هلا في عندنا زي ما قلت مشكله في الترانسبيرنسي في الجايد لاينز فيهم، وعم ناس كثير بتطالب، وهم صاروا عم يحاولوا يكونوا مور ترانسبيرنت لانه صاروا عم يفقدوا يوزرز، واللي صار مع الفيسبوك الريتنج اللي نزلوه، يعني قصص كثير لها اول ما لهاش اخر. فعم بيحاولوا يكونوا مور ترانسبيرنت، بس حاليا تحاول اقرا الجايد لاينز اللي موجوده اتليست اللي بنعرف عنها، وحاول تتجنب عشان لو صار اي شيء تقدر تقول لهم هاي الجايد لاينز تبعتكم، البوست تبعتي ما كسرتش اي شيء، واي ديد يو ريموف ات او سمثينج لايك ذس. عرفت علي؟ بالنسبه للوصول الافضل، اكثر شيء بخليك توصل هو الكواليتي تبعت الكونتنت. اذا انت حاطط كونتنت مرتب موزون يعني مقروء مشيوف، ما فيهوش مناظر مزعجه، ما فيهوش اي شيء يسبب ازعاج للناس او انكزايتي، هذا جيد. اذا عم تعمل كونتنت لإلك انت بتمثل او تعمل كذا او سمثينج، حاول انك تكون تعمله بشكل تصويره يكون منيح، ما تكونش ترجرج، الصوت واضح، الصوره واضحه، الالوان بين الكونتراست الناس، يعني الكواليتي تبعت الكونتنت. لانه اذا واحد خصوصا مثلا let's say تيك توك، اذا انا بشوف فيديو الكواليتي تبعته هاي مش سامع مزبوط بشوفش على طول، مش شايف اشي ولا فاهم اشي، الصوت في ديستورشن والصورة رايحة جاية ومش عارف ايش وكذا، هذا محطوط مش ثابت. هيك انت عم بتطفش زي ما بقولوا بالعربي، بتطفش الزبون. فهمت علي؟ يعني اليوزر لازم يكون هذا. في شغلات برضو بتحكم، خلينا نبلش فيهم. الفيسبوك مثلا يعني اذا بدك محتوى افضل زي ما بقولوا حدد، اذا بتحكي عن التكست خليه ستريت فورورد زي ما قلنا، حط الفقره الاولى اللي فيها الكلمات او اللي فيها السمري للي بدك تحكي عنه بالكلمات اليونيك حطها بالاول، بعدين قول اذا بدك انا مش خبير وكذا وكمل مقالتك قد ما هي طويله مش مهم. رتب الهاشتاجز حسب اول شيء
الريليفنت هاشتاجز اللي بتحكي عنهم واليونيك. لا تيجي مثلا اوكي تيجي تكتب لي هاشتاج فلسطين مثلا، طيب يعني في كثير إشي عنها، انت عم تحكي عن تاريخها ولا عم تحكي عن احداث المؤخره، عم تحكي عن مش عارف ايش، بس لما تحط فري فلسطين مثلا هاد يونيك. اذا بدك تحكي انديجينس مثلا تحطي هاشتاج انديجينس، في مليون شغله. بس لو تحط اذا بتحكي عن الاحداث الاخيره بتحط الهاشتاج الجديد اللي هو 215 او indigenous lives matter او save indigenous children بالاول، هذا بيعطيك مور ريليفنس للشيء اللي عم بنحكى هلا، لانه حيشوفهم بالاول حيصير يعني يبعتهم لناس اكثر لحتى يشوفوهم. زي ما قلنا كمان بالنسبه للتوبيك اللي انت بتحكي عنه هلا، في بلاتفورمز بما عن ايش انت بتحكي، بالذات مثلا التيك توك، اذا انت التشانل تبعتك عن مثلا كوميدي شغلات مضحكه، لا توه الناس في كتير او البلاتفورم نفسها تقعد تحط لي مثلا 2 فيديو كوميدي وواحد عن عن كيف تطبخ شغله معينه، عرفت علي؟ وانا ما بحكي كيف تطبخ عن كوميديا، ممكن تعمل كيف تطبخ بشكل كوميدي وسمثينج تنحسب كوميدي، بس ما تيجي تقول لي تيوتوري او تيجي تحط لي مثلا تيوتوريال فيديو كيف تستخدم الاوفيس 365، لانك هيك انت بتتوه الالجوريثم نفسه او الخوارزميات يعني ايش انت بتحكي بالضبط، ما راح تعرف هاي لمين توجه الكونتنت تبعك. اذا عندك كذا توبيك بتحب تحكي فيه اعمل ديفرنت شانلز، وهذا الشيء بتوفر لك اياه كل او بتقدر تعمل كذا اكاونت بتعمل سويتش بيناتهم. اذا عندك موهبه في الطبيخ وموهبه في مثلا التيوتوريالز تبعت او بتشتغل شغلك في الاي تي وحابب تعمل تيوتوريالز كيف تستخدم مثلا الاوفيس 365، تحكي عن مواضيع في التكنولوجيا، افتح شانل للتكنولوجيا وافتح واحده ثانيه للطبيخ مثلا او الكوكينج اللي انت بتحبه، عشان تكون لانه انت بالذات كمان في شغله ثانيه، لما تفتح التشانل في التعريف الصغير اللي تبع التشانل تبعتك حط الاشياء اللي انت بتحكي عنها في هاي التشانل، يعني مش بس تعرف بنفسك ايش بتعمل في هاي التشانل. مثلا لما تفتح التشانل تبعت الكوكينج بتقول لهم والله انا I work in IT but I love to cook. So this is مثلا هاي التشانل عشان اورجيكم تجاربي في الطبخ في الاشياء والاشياء اللي عم بكتشفها لما انا عم بعمل اكل مثلا او something like this. فانت ركز على هاي الاشياء، كل شيء على فكره بدخل في حسابات هاي الشغله، يعني قد ما تكون الشغله صغيره تدخل في هاي الحسابات. زي ما قلنا كمان لما بتحط هاشتاجز خليها متعلقه في الموضوع، في موضوع الفيديو اللي انت بتحكي عنه، في موضوع التشانل اللي انت بتحكي عنها، هذا كله بيسهل عليك انه انت الالجوريثم يحدد مثلا والله هذا الاكاونت او هاي التشانل في هذا التوبيك. ثاني شغله، كل تقريبا المواقع هاي تعطيك يا اما بيرسونال اكاونت او بتعطيك بروفيشنال او بزنس اكاونت، بتقدر تحول صح ولا لا؟ انت عم تعمل بزنس اكاونت برضه، لا تخلط الشغلات حتى لو كان بيرسونال بزنس، لا تخلطه مع البيرسونال اكاونت، افتح اكاونت ثاني اعمله بزنس اكاونت سواء على الانستغرام او تعمل بيج على الفيسبوك بيج مش حسابه فريندز. في كثير بشوف ناس بيعمل للبزنس تبعه حساب عادي كانه شخصي بصير يعمل للناس فريندز ريكويست، يعني كمان يعني وبيجيبوا لك بعدين ليش الناس تعمل ليش كومنت، اتس نوت ميد فور ذس ثينج. بدك تعمل شغله اعمل بيز يعني في بيج، يعني الحساب الشخصي ما بعطيك حتى ل بيج ما يعني ما تعمل، بتقدر تحدد ايش نوع البزنس من البيج او كذا، ما بيعطيك الحساب الشخصي اولا حتى حده الاعلى 5000 شخص، البيج ما عليهاش حد اعلى اللي بيحطوا عليها لايكس، وبتعطيك البيج زي ما احنا عارفين اناليتكس وكذا، ونفس الشيء موجود حتى على التيك توك، حتى هلا صار عنده نوعين من البزنس اكاونت، كونتنت كرييتر وفي عنده اللي هو البزنس. الكونتنت كرييتر سوري هو زي بيرسونال بزنس كانه، وبيعطيك مساحه اكبر انك تستخدم ميوزكس مثلا من ناس من بروفايدرز ثانيين السامبلز اللي موجوده، بينما مثلا البزنس اكاونت البزنس تبع الهاي
في عليه مور ريستريكشنز عشان الكوبي رايتس، وما تستخدمش شيء مش بس يعني ميوزك مونيتايز لحدا غيره. فمو معروفين على فكره، محطوطين كل واحد ايش ميزاته على على البلاتفورم نفسها. فانت زي ما قلت لك افصل الاكونتات اللي مستخدم بدك اياه للبزنس حطه بزنس، او لكونتنت كرييتر حطه كونتنت كرييتر، او اذا بيرسونال خليه بيرسونال. حدد التوبكس في كل واحد بغض النظر هل هو بيرسونال ولا هو بزنس، عشان ما تخربط الالجوريزمز لمين اودي انا، لاي جمهور اودي الفيديوز تبعت الشانل هاي. فهاي الاشياء، واهم شيء لاست بت نوت ليست زي ما بقولوا، الكونتنت تبعك يكون كويس من ناحيه الكواليتي، من ناحيه الاستهداف الماده اللي انت بتحكيها، الصوت، الصوره، الواتيفر، الكالر كونتراست، التكست اللي انت بتحطه فيه، لانه هذا في الاخر اللي بيخلي الناس يا اما تتفرج على المحتوى تبعك، او لما تشوفه تعمل سكرول اب وتطنشك قبل او من اول 2 سكندز تعمل لك سكرول مش حابه اشوفك. وبنفس الشيء على الانستغرام، يعني معلش انت بتشوف الصوره بس اذا فتحت الصوره، اذا انت شفت الصوره على الفيد تبعك عملت لها سكرول تنحسبش كتير، بس انت فتحت الصوره او عملت اكسباند تشوف الكومنتس او الـ او الديسكريبشن اللي عليها، هاي بتنحسب لك، عرفت علي؟ هاي ما بيعملها اي حدا الا اذا كان ريلي انترستد انه يشوف شو الكونتنت تبع الصوره اللي محطوطه او الفيديو اللي محطوطه. عشان هيك تابعونا على الفيسبوك وعلى الانستغرام وعلى التويتر وعلى اليوتيوب، واعملوا اكسباند دائما، واعملوا اكسباند، وزي ما بيحكي الدكتور دائما اذا شفتوا اللايك لايكوا، واذا شفتوا الشير شيروا، شيروا، شفتوا السبسكرايب اعملوا، واذا شفتوا الجرس تضربوا على الجرس، تضربوا على الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لك مره ثانيه دكتور على المعلومات الرائعه، ان شاء الله نراكم الاسبوع القادم في حلقه جديده. تصبحون على خير.